السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاك عصام حامد، موبايل ابلكيشن ديفلوبر فلاتر وزامرين، وكمان باذن الله ماوي. غبت عليكم كتير انا عارف، شهر ونص تقريبا، بس بسبب الظروف عندي انا فعلا بعتذر جدا، بس باذن الله هرجع واحده واحده وانزل فيديوهات من تاني. اول حاجه انا بعتذر للشباب الخاصه بزامرين، انا عارف ان كان المفروض انزل فيديو زامرين بس موقف حاليا، في مشكلة عندي، بس بعد كده هرجع زمن تاني عادي والله. بالنسبة بقى المرة دي هنشرح فلاتر، فيديو تاني لفلاتر، ألا وهو تطبيق عملي على جوجل ماب وفاير بيز. وبسرعة وسريعا كده اللي احنا هنعمله ساين اب ساين ان، و ازاي تعمل فيريفيكيشن، ازاي تعمل جوجل ماب، ازاي تجيب الكرنت لوكيشن، ازاي تشغل بوش نوتيفيكيشن، كل ده وهنبدأ فيهم واحدة واحدة. وأول درس فيهم النهاردة إن شاء الله، ألا وهو الأوثنتيكيشن أو الفول أوثنتيكيشن، ساين أب ساين إن. لحد كده جميل، هتلاقيني بسرع شوية في الفيديو وفي حاجات بقطعها كتير، إذا حصل فيها أي مشكلة معاك ارجع للفيديو بتاعها. يعني مثلا هتلاقي عندك الساين أب ممكن يتقطع منه حاجات كتير، ده لأني هتلاقيني كررته أكتر من مرة، بس كنت بحاول أعمل محاولات فيه عشان مثلا ريجستريشن ما تمش زي ما احنا عايزين كده، بس كده كده خطوات الريجستريشن كاملة، فاهم قصدي؟ والكود بإذن الله هيكون في الديسكريبشن بوكس. وأخيرا أي حاجة محتاجها ارجع للفيديوهات أو ابعت لي في الكومنتات وأنا هرد عليك بإذن الله. جيب كده كوباية شاي لأن الفيديو طويل شوية، وابدأ واحدة واحدة وسمي بالله وبإذن الله خير. هي الخطوات كتير شوية بس كلها سهلة وكلها بسيطة، ما تقلقش إن شاء الله. وزي ما قلت لك لو محتاج أي حاجة سيبها لي في الكومنتات أو جوين الجروب الخاص بالفيسبوك أو الواتساب أو التليجرام، هسيب برضو لينكهم في الديسكريبشن بوكس. أهلا بيكم يا شباب، وحشتوني جدا، يلا بينا. تعالوا بقى كده نركز مع بعض ونسمي بالله ونبدأ واحدة واحدة. أول حاجة الأبليكيشن اللي انتوا شايفينه ده أبليكيشن جديد أنا مسميه زي أوبر كده، ده عبارة عن سيمبل أبليكيشن زي أوبر. حلو، بس هنعمل حاجة بسيطة أوي. احنا هنعمل أنهي جزء فيه؟ احنا هنعمل جزء الدرايفر زي ما قلنا. حلو، طيب عشان نعمل جزء الدرايفر هقول مثلا إن أنا عندي موديول، أول موديول هيبقى اسمه أوث سكرين دوت دارت. حلو، طيب ده هتبقى عبارة عن ستيتلس ويدجت وهسميها اوث سكرين. لحد كده جميل. طبعا هنعمل ريتيرن ماتيريال دوت دارت. طيب غير كده ده هتبقى طبعا سكافولد. السكافولد هيطلع منه البادي بتاعه هيبقى كونتينر، والكونتينر هيبقى الهايت بتاعه ميديا كويري دوت اوف كونتكست دوت سايز دوت هايت، وزيها في الويتس ميديا كويري دوت اوف كونتكست دوت سايز دوت ويتس. حد كده جميل. وانزل بالتشايلد بتاعك، التشايلد بتاعك هيبقى عبارة عن ايه؟ هيبقى يا سيدي عبارة عن كولوم، افتح قوس نازل للتشيلدرن، التشيلدرن بتاعك هيبقى عبارة عن ايه؟ التشيلدرن بتاعتك هتبقى عبارة عن image dot asset. هتحط ايه في الاسيت؟ هحط يا سيدي حاجتين او حاجة واحدة، اسف، اللي هي assets، وهحط اللوجو مثلا بتاع القناة بتاعتي لوجو دوت بي ان جي. طبعا هنعمله ايه؟ هنخليه cross axis alignment، والcross axis alignment يبقى دوت center. لحد كده جميل. طبعا هنحط flat button مثلا، معلش هنحطه وما تفعلوش مؤقتا. والتشايلد تاك هيبقى
تكست، وهيبقى التكست عبارة عن ايه؟ ساين اب لحد كده جميل. وهنحط الفلات بوتون ده جوه رو، هو عمال بيرخم ادي النيلة. ايوه حطه جوه رو. طيب ونفس دي بالظبط هتاخدها كوبي وهنا تحطها بيست، وهتبقى ساين ان حد كده جميل. وهتحط ده جوه ويدجت اكسباندد، وهنا نفس الفكرة بس طبعا آسف نزل ده، وده هيبقى فيليكس 1، والفلات بوتون ده برضو هنحطه جوه ويدجت اكسباندد، تشيل التشايلد بتاعها تحط فيليكس 1 لحد كده جميل. في أي حاجة صعبة؟ أنا لحد دلوقتي شغال في ديزاين بس، عملت بس صفحة هيكون فيها اللوجو ويكون فيها ساين اب وساين ان فرو بس كده، ده اللي أنا عملته. طيب هنقول دلوقتي إن إحنا مستغربين هو كل ده جه منين أو كل الصفحات دي جت منين. بص يا سيدي، أنا عملت بروجكت جديد زي ما قلت لك، البروجكت ده سميته مثلا أوبر اب، حلو، وخدت كل السكرينز اللي كانت موجودة في الأبليكيشن السابق، في يعني في البروجكت السابق، قمت واخدها كوبي حاططها هنا بيست بنفس الجيت اكس، حلو، بس ما عدا فاير بيز. فاحنا هنعمل فاير بيز مع بعض تاني، لان هنعمل فاير بيز عشان نعمل ساين اب وساين ان زي ما قلنا، وهيبقى الفيديو هينتهي على كده ان شاء الله. يلا بينا. ادينا يا سيدي فتحنا فاير بيز، هيبقى الابليكيشن مثلا المرة دي هنقول ايه، سيمبل اوبر ابلكيشن مثلا، جميل، اي كونفيرم كونتينيو وكونتينيو كمان عشان ونعمل الاكونت وكرييت بروجكت. حد كده في اي حاجة صعبة؟ بعد كده البروجكت اهو خلص. انا بحاول اجري شوية عشان اوريدي الحاجات دي قلناها قبل كده، جميل. طبعا احنا عايزين الريجستر اب بتاعنا، طبعا عارفين احنا هنعمل ايه، هنروح على اندرويد اب بيلد جرادل، هناخد اسم الباكج بتاعتنا وبالمرة هنخلي ده 20، نعمل كنترول اس، هنروح على الابليكيشن بتاعنا. طيب ماي اندرويد اب سيبك من ده، وسيبك برضو من ال SHA، هنجيبه هناخد نفس ال SHA بتاع الابليكيشن السابق لان كده كده الجهاز واحد. يعني هنعمل داونلود ل الجوجل سيرفيسز، هتاخد ده كوبي هتنزله تحت، هنروح على الابليكيشن بتاعنا كليك يمين Reveal in File Explorer، هنروح على Uber App Android App، ونحط هنا Google Services .json. لحد كده في أي حاجة صعبة؟ أنا لحد دلوقتي ماشي الخطوات واحدة واحدة. أعمل Next، سيبك من الخطوات دي كلها هنحطها، اعمل next و continue to console. حد كده جميل. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنروح على flutter application اللي هو السابق بتاعنا، وهنروح على الاب و build gradle، هننزل ده لتحت شوية، هناخد كل ال implementation اللي احنا كنا عاملينها في الابليكيشن السابق، ونطلع برضو على اندرويد اب بيلد جرادل، هناخد كل حاجة ليها علاقة بالفاير بيز ونحطها،
هنا اهو، ادي كده الامبلمنتيشن. هل ده بس؟ لا لسه، انا عايز فلاتر ابلكيشن. هنروح على البيلد جرادل، هناخد الكلاس باث بتاع جوجل سيرفيسز، ونرجع هنا ونروح على البيلد جرادل ونحطه هنا زي ما احنا بنسطب عادي خالص الخطوات اللي احنا ماشيين عليها. لو انت فايتك اي حاجة او ما فهمتش اي حاجة، ارجع للفيديوهات السابقة، البلاي ليست بتاعت الفاير بيز، هتلاقي في عندك فيديو اسمه فاير بيز سيت اب، هو ده اللي فيه كل الكلام ده. بعد كده بقى تعالى ما نعمل الصفح يا برنس. هنروح على الموديولز، ومن الموديولز هنعمل صفحتين، أول واحدة ساين أب أو ريجستر، ريجستر دوت دارت، وتاني صفحة ألا وهي ساين إن أو لوجن دوت دارت. حد كده جميل. هتروح على موديولز وتعمل نيو فولدر، الفولدر ده هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى authentication. جميل، عشان ننظم الدنيا بقى هناخد الاوث ومعاهم ده كله ونحطه جوه الاوثنتيكيشن. كده يبقى الموديول اللي اسمه authentication فيه الاوس سكرين واللوجن والريجستر. هنروح بعد كده على الريجستر، مثلا الريجستر هتبقى stateless widget، هتبقى register screen register screen. هنعمل import للماتيريال ويدجت ماتيريال اسف دوت دارت. بعد كده هتاخد نفس ده بالظبط copy، لا خلاص خلاها زي ما هي مش محتاجين الكوبي. هنروح على اللوجن وهنعمل هنا stl، هيبقى login screen، وبرضو هنعمل import material.dart. لحد كده في أي حاجة صعبة؟ تعال بقى أما نبدأ نصعبها شوية. هتروح على النتورك وعلى المودلز، هتعمل فولدر تاني هيبقى اسمه auth view model.dart. لحد كده أي حاجة صعبة؟ هيبقى عبارة عن ايه؟ هيبقى عبارة عن class اسمه auth view model بيextend من get x controller، وطبعا هتحط ال init وال ready وال close، وهترجع فوق تاني على الموديولز بتاعتنا، وعند اللوجن هتخليها get widget، وهتحط فيها ال auth view model، وهتاخد نفس دي بالظبط. هنشيل بقى هنا عشان هو عمل import غلط، وهنعمل import تاني عشان هو عمل import لل state manager. انا مش عايز state manager، انا عايز get.dart، عشان ده هيأذيك في باكجات تانية لما انت تنزل. وهنروح على الريجستر، وهيبقى برضو جيت ويدجت الاوث فيو موديل، لان ده كله طبعا تبع الاوثنتيكيشن، وطبعا هنعمل امبورت للاوث فيو موديل، وكذلك الاوث سكرين هتبقى برضو جيت ويدجت، هنعمل امبورت للجيت، وهنعمل امبورت للاوث فيو موديل. في اي حاجه صعبه لحد دلوقتي؟ تعال بقى في المين دوت دارت، هو هنا الاوث سكرين عنده فيها مشكله، تعال ما نشوف ايه المشكله اللي فيها. الامبورت الجديد بتاعها عشان احنا كنا غيرنا مكانها، وهنشيل ده وكده. لحد دلوقتي الدنيا تمام. نعمل ايه بعد كده؟ هنخش بعد كده على الفاير بيز ننزل الباكجات بتاعتها. هنروح بقى عشان نكمل في الفاير بيز، بس هننزل الباكجات في البروجكت بتاعنا. طيب احنا هنحتاج ايه؟ اول حاجه فاير بيز كور،
عشان ده الكور بتاع الفاير بيز نفسه. هناخده كده كوبي، نرجع للبروجكت بتاعنا وننزل تحت عند البابسك يامل، ودي أول باكج. طيب بالمرة نشوف الانيشالايز بتاعها، فيش أي اكزامبل؟ طيب احنا هناخد من الحتة دي بس اللي احنا عملناها في الانيشالايز السابق. لو انت مش فاهمها ارجع للفيديو بتاع سيت اب فاير بيز، هتلاقيه في البلاي ليست بتاعت الفاير بيز. انا بس زي ما قلت لك بجري شوية بس عشان الحاجات دي اوريدي قلناها قبل كده. هنحط ده بيست، هنعمل هنا اي سينك، هتطلع فوق كده، واعمل امبورت الفاير بيز كور. حد كده في حاجة صعبة؟ انا بعمل بس انيشالايز للفاير بيز، لازم طبعا نحطها في المين دوت دارت. طيب ايه تاني هنحتاجه للفاير بيز؟ طبعا اول حاجة هنحتاج الاوثنتيكيشن، انا اسف الاوثنتيكيشن فاير بيز اوث. طب انا محتاج الفاير بيز اوث ليه؟ عشان الريجستر واللوجن والساين ان بفيسبوك وجوجل والموبايل، احتاج كل ده. كل ده ان شاء الله هيتعمل. كنترول اس، هنرجع تاني الفاير بيز اوث، هنعمل باك. ايه تاني هنحتاجه؟ فاير بيز داتابيز. طب انا هحتاج الداتابيز ليه؟ عشان اخزن كل حاجة انا عملتها. انستولينج، كنترول اس، كنترول اس. كده يبقى احنا بننزل في الباكجات. بنحتاج ايه كمان غير الفاير بيز داتابيز؟ هنحتاج يا صديقي العزيز برضو نوتيفيكيشن بقى، عشان هنحتاج نوتيفيكيشن عشان تتبات. يبقى احنا محتاجين فاير بيز مسجنج. هناخد كل الباكجات دي ونحطها في الابليكيشن بتاعنا. لحد كده في حاجة صعبة؟ أنا لحد دلوقتي بعيد كل اللي فات. كنترول اس، كده تقريبا احنا نزلنا كل حاجة. ناقص بس ايه بقى؟ ناقص ان احنا نبدأ نعمل الديزاين. يلا بينا. طيب احنا دلوقتي في صفحة اللوجن. طب ايه اللي بيبقى في اللوجن؟ طبعا السكافولد. طيب بعد السكافولد البادي بتاعه هيبقى برضو كونتينر. الكونتينر هيفتح هيحط فيه الهايت، هيبقى ميديا كويري دوت اوف كونتكست دوت سايز دوت هايت، والويتس هيبقى ميديا كويري دوت اوف كونتكست دوت سايز دوت ويتس. طيب بالنسبة للتشايلد بتاعك، للتشايلد بتاعك هيبقى برضو كولوم. الكولوم ده هيطلع منه حاجتين، أول حاجة للتشيلدرن، وتاني حاجة هتحط الكروس اكسس الاينمنت عشان نخليه في السنتر. بعد كده هنقول له image dot asset، هنحط assets سلاش اللوجو بتاعنا دوت بي ان جي، وطبعا الهايت نخليه مثلا 100 مثلا. بعد كده هنحط بقى حاجتين، يوزر نيم وباسورد. ده تكست فيلد عادي خالص، انا بس كنت مجهزه، عملته كوبي وقمت عامله بيست مرتين. سيبك من الكنترولر، شيل الكنترولر ده، هنشيل ده خالص. الكورسر، الكورسر هيبقى اسود، لونه اسود، وده الستايل بتاعه زي ما انت شايف كده. التكست ستايل هيبقى ابيض؟ لا هو مش هيبقى ابيض، هو هيبقى اسود برضو، بلاك. جميل. وطبعا الاوتلاين بوردر هيبقى مش اللون ده، هيبقى رمادي، هيبقى جراي.
يبقى هنشيل ده خالص، هيبقى colors dot gray، ونخليه مثلا حلو الجراي كده خلاص. ده البوردر سايد. طبعا في الانيبل بوردر هيبقى كذلك. بعد كده الهنت والهنت ستايل. الهنت هيبقى ايه يا ترى؟ الهنت يا سيدي هيبقى يوزر نيم. لحد كده جميل. سيبك من الفونت فاميلي، كل الحاجات دي اصلا واخدها كوبي من حتة تانية فكأنك مش شايف حاجة، فانا هشيل الفونت فاميلي ده خالص. والهنت ستايل ده هيبقى جري لونه. بعد كده هتاخد ده كده كوبي وتحطه هنا بيست مكان دي، وبدل ما هي هتبقى يوزر نيم هتبقى باسورد. لحد كده جميل. ده يوزر نيم والتانية باسورد. طيب وطبعا بعد كده مفروض في عندك اللوجن بقى، اللي هو هيبقى فلات بوتون مثلا، خليها فلات بوتون، واقفل القوسين. والتشايلد بتاعه هيبقى تكست، وافتح قوس لوجن. لحد كده جميل. كده احنا عملنا 3 حاجات او صفحة اللوجن. طيب تعالى بقى كده ما ناخد نفس التكست فيلد ده ونروح على ريجستر. او الاول نرجع على اللوجن عشان هنعيد نفس الكلام ده تاني. هيبقى كل ده، وهناخد هنا بيست. طبعا المفروض الكولوم يتقفل، المفروض الكونتينر يتقفل، ويبقى كده دي خلصت. هنا هنشيل الكولوم ونخليه ليست فيو. طب ليه ليست فيو؟ عشان الليست فيو فيها ان انت تعمل سكرول على طول وتوفر عليك بدل الكولوم. الكولوم هياخد بس كام ويدجت، وفي الاخر هيقول لك مساحة الشاشة مش مكفية. ليست فيو هتقول لك لا. طيب في حد تاني هيقول لي طب انت ممكن من الكولوم تعمل سنجل تشايلد سكرول فيو، مفيش مشكلة، هو الاتنين صح يعني، بس الليست فيو بتكون اريح لك يعني بدل ما تستعمل ويدجت جديدة. ليست فيو هنا هتكمل، هنعمل هنا بيست برضو، بس هنعمل بيست كتير بقى. اول حاجة مثلا ايميل، او بلاش فيرست نيم، المفروض الاول يكون في فيرست نيم. بعد كده لاست نيم. طيب بعد اللاست نيم في عندك ايميل. طيب بعد الايميل في عندك فون مثلا. بعد الفون في عندك جندر. بعد كده هات نفس البوتون بقى اللي تحت ده وهتحطه هنا، وهيبقى اسمه ريجستر. لحد كده جميل. والاوث سكرين البوتون بتاعها بتاع ساين اب هنقول له جيت دوت تو البيج بتاعتك، الا وهي اللي هي ايه بقى البيج بتاعتك اللي هي ايه، ركزوا معايا، ساين اب او ريجستر سكرين. وهنا هيروح على get.to login screen. ادي كده التو بيجز. وبالنسبة للمين دوت دارت هنخليها طبعا للأوس سكرين، ونعمل رن كده عشان نشوف الديزاين ناقصه ايه ونظبطه. ده يا سيدي الابليكيشن اول ما احنا عملناه رن.
قبل ما احنا نعدل في اي ديزاين، ركز معايا بس واحدة واحدة في اللي هقوله لك ده دلوقتي. الابليكيشن وانا برنه قابلني فيه شوية مشاكل. اول حاجة، مفروض الفيرجن بتاع الكوتلين عندك يكون اخر اصدار. طب ازاي؟ بتروح على البيلد جرادل وبتنزل اخر اصدار من هنا، الاكستنشن دوت كوتلين دوت فيرجن او اندرسكور فيرجن، بتنزل منه اخر اصدار. دي اول نقطة. طيب تاني نقطة كان يا سيدي الفاير بيز، انا كنت نسيت احط الابلاي بلاجن الخاص بالفاير بيز اللي هو com.google.jms، ما حطيتوش في البيلد جرادل اللي جوه. تالت خطأ، انزل كده تحت، لازم تعمل enable للمالتي ديكس. تاني لازم تعمل enable للمالتي ديكس. التلات نقط دول لازم يكونوا اساسي عندك جدا في الابليكيشن بتاعك. تعالى بقى كده بقى ما نجرب واحدة واحدة. دي أول حاجة، دي الأوف سكرين. تعالى بقى ما نظبط في الديزاين واحدة واحدة. الأوس سكرين أول حاجة هنخلي اللوجو بتاعنا الهايت بتاعنا يبقى مثلا 100 ونشوف اللي هيحصل. جميل. طيب هنخلي هنا المين اكسس الاينمنت، مين اكسس الاينمنت دوت سنتر. كده بقى في السنتر هنشيل ده، يبقى مين اكسس الاينمنت بس. جميل جدا. طيب بالنسبة بقى للكونتينر، الكالر بتاعه ممكن نخليه colors dot black مثلا، خليها black. حلو جميل. طبعا هتضلم خالص، يبقى بلاش بلاك، خليها حاجة فاتحة شوية dot خليها وايد زي ما هي، خليها وايد زي ما هي. وعندي فكرة تانية، الفلات بوتون بدل ما يبقى هو فلات بوتون هنخليه مثلا تعالى كده ما نشوف البوتونز اللي موجودة لأن أنا ناسي بصراحة من بعد الأبديت الجديد. باك بوتون، لأ تكست بوتون مثلا، هو لأ أنا عايزه يكون طيب raised button. ده انت رخم ياض، عايز اعمل button يكون نظيف شوية. طيب خلينا في raised button مؤقتا، خلينا raised button مؤقتا واعمل control s. ايوه انا عايزه كده بالظبط. وهنا نفس ال raised button نخليه تحت، sign up و sign in. هنحط له color مثلا، ال color بتاعه هيبقى colors dot orange مثلا، بلاش orange خليها green، ويكون غامق شوية نخليه 800 مثلا. حد كده جميل. طبعا sign up تكون الستايل بتاعها تكست ستايل، يكون الكالر مثلا ابيض colors dot white. نزل الستايل تحت والكالر تحت. حد كده جميل. طيب طبعا هيكون الاتريبيوت فونت، فونت ويت هيبقى فونت ويت دوت بولد. حد كده جميل. طيب التانية بقى عشان تكون احسن ممكن نخليها اوتلاين بوتون. جميل. طبعا اوتلاين بوتون يبقى انا محتاج ادي كالر. تعالى كده بقى نكمل مع بعض. بالنسبة للكالر، الكالر التكست كالر يا سيدي هنخليه برضو، لا هنخليه بلاك زي ما هو. ماشي. الكالر نفسه هنخليه
colors dot green واعمل كده. طيب هو برضو ما تلونش، فاحنا ممكن نعمل هو هنا border side disable border color، هيبقى برضو colors dot green هنكمل هنا نقول له مثلا border side بدل color، هنقول له مثلا border side افتح قوس الكالر بتاعه هيبقى برضو colors dot green 800. جميل. هو هنا ايه const color. طب يا سيدي خلاص colors dot green هو مش عايز يبقى const، يعني مفيش مشكلة كده، ادي الكالر اهو. طيب نكبر بقى السايز شوية، احط ده كده الاول، نعمل الفونت، فونت سايز هيبقى مثلا 15، وهناخد ده كده خليه بالستايل كله. و هنحطه هنا كنترول اس، طبعا هنا هيبقى بلاك. تهيألي كده بقت ألطف شوية. هنعمل هنا بس سايز البوكس الهايت بتاعها هيبقى 15 مثلا، كنترول اس كده بتهيألي برضو ألطف شوية. طبعا يحبذ تعمل بادنج left و right والكلام ده. الليفت مثلا يبقى 8، التوب 5، الرايت 8، البوتوم حط اي حاجة 10. طبعا هنعمل كده برضو في ساين ان جوه الريست بوتون، هنعمل هنا البادنج ونعمل كذلك هنا كنترول اس. تالي كده بقت زي الفل قوي يعني. هنروح بقى على اللوجن. جميل. اللوجن هنخلي الستايل بتاعه raised button بالنسبة للبوتون، هيبقى raised button control s. تعالى ما نخش على sign in، هتبقى هنا main axis alignment، هيبقى main axis alignment sorry main يا ابني main axis alignment dot center. هنحط برضو نفس size box هنحطه في اللوجن، لحد كده جميل. طبعا هنا في يوزر نيم وباسورد، البولدر كلر هو هنا عامله وايت هيبقى جراي، كنترول اس ده الانيبلد هنخلي في كله جراي، نتأكد بس ان كله جراي. وهنا الانيبلد هيبقى برضو جراي كده الجراي اهو. هنعمل سايز البوكس ما بين كل واحدة والتانية،
وطبعا نعمل برضو البادنج اللي احنا كنا عملناه، نفس البادنج بالظبط جوه اللوجن، تكست فورم فيلد هنحطه جوه بادنج، وهنا بادنج، كده دي كمان اللوجن سكرين. هنكمل في الريزد بوتون. الريزد بوتون اللوجن بتاعه تكست، هنقول له الستايل بتاعك تكست ستايل، هيبقى برضو نفس الفكرة اللي في الاوثنتيكيشن، بدل ما انا اتعب نفسي هتاخد دي كده تخش على اللوجن وتعمل ده كده وكده، ده اللوجن جميل جدا. هتحط ده مثلا جوه widget ونجرب نحطه جوه expanded flex واحد مثلا، لا ده هو هنا بيكبر بالعكس. طيب خلاص شيل ال expanded، عايز اي ويتس، تعالى نجرب نحط له ويتس، ما فيهوش ويتس. طيب احنا ممكن نحطه جوه ويدجت تبقى عبارة عن كونتينر، والكونتينر ده يبقى الويتس بتاعه ميديا كويري دوت اوف كونتكست دوت سايز دوت ويتس كنترول اس. اعمل لها بقى البادنج اللي احنا بنعمله او مارجن، خليها مارجن، هتشيل كلمة بادنج دي خالص، كنترول اس او انا كنترول اس. طيب هنخليها هنا من الليفت 15 ومن الرايت 15، هي اللي كده حلو صح؟ ايه رأيك نعمل لها شوية ديكوريشن كمان؟ تعالى ديكوريشن بوكس ديكوريشن، وافتح قوس البوردر ريديوس، يبقى بوردر ريديوس دوت سيركلر 15 مثلا، هيالي كده هتبقى زي الفل ان شاء الله، بقت زي الفل كده. دي اللوجن. اخر حاجة بقى في جزء الديزاين بتاعنا، هناخد نفس الريزد بوتون ده ناخده كله، اقول لك حاجة بالكونتينر هتاخده كوبي، تروح على ريجستر هنا الفلات بوتون هتشيله وتحط اللوجن ده، وتشيل وتحط ريجستر حد كده جميل. هترجع للوجن، كل البادنج اللي معمول هتاخده كده كوبي بص بالسايز البوكس بتاعه، وهتروح على ريجستر تطلع فوق الاول هنا ليست فيو كده كده معمولة، تكست فورم فيلد هتحطها جوه ويدجت اللي هي المفروض البادنج يعني، تخش على دي كمان برضو جوه بادنج، هات تكست فورم فيلد كمان جوه بادنج، تنزل تحت هات تكست فورم فيلد ده كمان جوه بادنج، وعلى التكست فورم فيلد ده كمان جوه بادنج. لو انت مش فاهم اي حاجه من اللي انا بعملها، انا باخد كوبي بيست من اللي انا عملته في اللوجن، التكست فورم فيلد كنت حطيتها جوه بادنج وعامل سايزد بوكس، فانا خدتهم بس كوبي من هنا وحطيتهم هنا، بعد كده عملت سيف. هنا هتعمل باك، هنرجع الساين اب. طيب بص يا سيدي، بالنسبه للايرور ده
فهو عشان في غلطة كده حصلت، مفروض ان انت عملت هنا الفويد، فانت المفروض تشيل دي اصلا، ملهاش اي لازمة. وكذلك انا اعملها هنا، المفروض ان دي كده كده، ونشيل ده خالص. ثانية واحدة، نشيل دي كمان، فهنا حاجة ناقصة، آسف. get dot to، هتعمل هنا قوسين، هتعمل الفويد هنا، login screen، واعمل هنا دبل سيمي كولون، اعمل هنا sign up، هتروح عادي ان شاء الله كده. ده register والفون والكلام ده، هنروح على register، هنخليه هنا بدل white، هيبقى دوت جراي، خليه 800 مثلا، بس هو طبعا مرضاش، مفيش مشكلة. هبدأ كده في الجندر، هنحط فوق كمان بيست، وفوق كمان هنا بيست، وفوق كمان هنا بيست، وعند الفيرست نيم بيست، وكده يبقى الديزاين للثلاث صفح خلص. تعالى ما نحط اللوجو كمان، عشان احنا حطينا اللوجو هناك فلازم نحطه كمان هنا. تعالى ما نحطه في الريجستر اهو، هات كده السايز بوكس ده، كنترول اس كده، الصفح خلصت، ريجستر ولوجن و اوس سكرين كديزاين. دلوقتي بقى احنا لازم نعمل ايه؟ ركز معايا واحدة واحدة، هنخش بقى على الفاير بيز، محتاجين نعمل ريجستر اول. يلا بينا واحدة واحدة. انا دلوقتي محتاج ان انا اعمل ريجستر بالفاير بيز. طيب الفاير بيز بيبقى ريجستر فيه عن طريق ايه؟ يا اما ايميل وباسورد، يا اما فون، يا اما جوجل، يا اما فيسبوك، يا اما اي ساين ان. طيب احنا دلوقتي هنخش بايه؟ بالميل والباسورد. طيب جميل جدا، يبقى انا هنا لو دخلت على هنا الاوث فيو موديل، بس بدل من الاوث فيو موديل هنعمل حاجه كمان. انت دلوقتي هتخش بايميل وباسورد، طب بالنسبه لبقيه الفلدات دي هنعمل ايه؟ اللي هو الفيرست نيم، لاست نيم، فون، والجندر، كل دول هيروحوا فين؟ كل دول هيروحوا على داتابيز. كده يبقى انا محتاج حاجتين، محتاج ان انا اعرف ريفرنس على داتابيز، واعرف كمان الريجستريشن. يبقى انا كده هعمل حاجه اسمها داتابيز ريفرنس، داتابيز ريفرنس هنسميها ريف مثلا، ريفرنس هتساوي فاير بيز database.instance.ref. طب الريفرنس بتاعك الاولاني هيبقى اسمه ايه؟ الريفرنس بتاعي الاولاني هيبقى اسمه users، او هنسميه drivers مثلا، على ان ده اوبر مثلا. لحد كده جميل؟ في حاجه صعبه؟ يبقى انا كده عندي الريفرنس بس كده. لا، هروح بقى على الفيو موديل، وعندك على الاون كلوز، فهم عامل مثلا فانكشن اسمها register فانك، طبعا هنعمل لها الاي سينك، هنقول له فاينل كريدنشال هيساوي فاير بيز اوث دوت انستنس دوت كرييت يوزر ويز ايميل اند باسورد. طيب هو دلوقتي عايز ايميل اند باسورد، يبقى انا محتاج اجيب له ميل وباسورد. طب هجيبهم ازاي؟ اطلع كده فوق، هنعرف string اسمه first name last name email password phone gender. حد كده جميل؟ طبعا ال string هنعمل ده كده. هنا في عندك email، الايميل هنا ماله؟ ايه المشكلة؟
طيب string كده مش نفس الطيب، ما فيش مشكلة، هتشيل ده، هتنزل ده كده وده كده وده كده وده كده لحد كده جميل. الفيرست نيم هيساوي، هتاخد نفس القيمة دي بالظبط، هتحطها هنا، هتحطها هنا، هتحطها هنا، هتحطها هنا، والسترينج هتعرفه أكتر من مرة. هو من الآخر مش عايزها تكون null عشان النال سيفتي، فعشان نخلص نفسنا من الكلام ده كله كده، ادي الايميل وادي الباسورد. لحد كده في حاجة صعبة؟ طبعا احنا عملنا الايميل والباسورد، ما حطيتش في الريجستر اصلا باسورد، فالفيرست نيم واللاست نيم الايميل ممكن احط تحتها باسورد. ثانية واحدة، نعمل بادنج اهو، هنعمل باسورد، هنعمل ده كده كوبي، هنخلي دي باسورد، اطلع فوق كده الباسورد. حد كده في حاجة صعبة؟ كده الباسورد كمان اتعمل. تطلع بقى فوق عند الفيرست نيم، دلوقتي عندي ال unchanged. ال unchanged طبعا فيها ال value string value، هتفتح لون changed، هنقول له controller dot first name هتساوي value، نفس القيمة دي بالظبط، أقول لك نفس ال unchanged بالظبط هنا، بس بدل ما هي first name هتبقى last name، وتنزل تحت عند الإيميل بدل ما هي first name هتخليها إيميل. بعد كده هنروح طبعا على الفاير بيز، يكون في عندنا الداتابيز بتاعتنا. بعد كده هنروح على الاوثنتيكيشن، طبعا هتعمل get started. احنا عايزين ايه؟ ايميل وباسورد. الفيسبوك وجوجل والفون احنا اوريدي عملناهم قبل كده، فانا سايبها لكم بقى المره دي، وكده كده الفكره واحده. جميل، ادي كده الايميل والباسورد، كده احنا فعلنا الايميل والباسورد. تعال بقى كده، احنا المفروض كده عملنا الميل والباسورد وعملنا الساين ان. جميل جدا، عند الباسورد هنكمل نعمل اون تشينجد كنترولر دوت باسورد، وانزل تحت عند ال unchanged برضو وتعملها كده تبقى فون، وعند الجندر وانزل تحت هتخليها جندر. كده يبقى احنا عايزين نعمل registration. ال registration بقى هيبقى هنا controller dot register، هو ال register func الفانكشن اللي احنا عملناها، هتخش على register func كده هو عمل register. طيب حاجة تانية غير register، هنا هتقول له await ref dot، عايز تعمل ايه بقى؟ انا عايز اعمل يا سيدي، انزل كده تحت set. طب هتست ايه؟ ايه الفاليو بتاعتك؟ الفاليو بتاعت ان انا حسيت عندك first name هيبقى first name بس كده، لا انت عندك last first name و last name و email و phone و gender، يبقى دي هتبقى last name، دي هتبقى last name، فون هتبقى هنا فون، جندر وهنا جندر.
وهنا ايميل وهنا ايميل. في اي حاجة صعبة؟ دلوقتي المفروض لما يعمل ريجستر هيعمل ريجستر وبعدها الكرييت يوزر. طب هو عمل الاتنين دول، بعد ما يعمل الاتنين دول هيروح على get dot of get dot of، المفروض انها تكون موجودة. دي كده غلط، يبقى دي هنخليها get عشان المفروض انها تكون موجودة. get dot of هيعمل ايه بقى؟ dot of all كمان. ليه؟ لان انا المفروض عملت register، فاكيد لما اعمل register هروح على صفحة الهوم، مش هينفع اعمل باك، لازم ما يكونش في باك، وهيروح على هوم. لحد كده جميل. طيب انا دلوقتي عايز اعمل لوجن، يعني انا هعمل دلوقتي لوجن فانك. اللوجن فانك هتعمل ايه؟ نفس دي بالظبط، هتعمل برضو فاينل كريدنشال Firebase os.instance.sign in with email and password. انزل تحت ادي الايميل في ايميل والباسورد باسورد، وهتروح باللوجن فانك دي على اللوجن، وهنا هتبقى controller dot لوجن فانك، وهنا هتطلع فوق عند الباسورد او اي حاجه مش هتفرق، هات الاون تشينج دي، هتروح على اللوجن، هتعمل هنا باسورد تساوي الفاليو، وهنا عند اليوزر نيم هتبقى يوزر نيم، مش يوزر نيم اسف، هتبقى فيرست نيم، لا مش فيرست نيم، اليوزر نيم هيبقى فيرست نيم واللاست نيم. ماشي ماشي ماشي. طب خلاص خلاص، في فكرة عندي زي الفل. واحنا بنعمل الريجستر في الاس فيو موديل هتخلي دي اسمها يوزر نيم، حلو، وهتبقى عبارة عن يوزر نيم first name قصدي زائد last name. فانت كده بعت ال first name وال last name، لحد كده زي الفل. لا بس هو في حاجة، انا اسف، خليها زي ما هي first، لان انا كده كده هعمل login بالايميل. انا هنا هعمل login بالايميل بلاش يوزر نيم، اصل اليوزر نيم هيطول، وخلي دي ايميل عشان تبقى كده ايه مظبوطة اكتر. في حاجة مهمة احنا نسيناها دلوقتي، الراجل ده عمل ريجستر، فبعد ما يعمل ريجستر مفروض ان هو هيفاريف كمان، يبقى ما ينفعش ساعتها يروح على الهوم. قبل ما يروح على الهوم هنعمل له صفحة تانية، هنقول مثلا نيو فايل هيبقى اسمها ايميل فيريفيكيشن دوت دارت، حل تبقى STL email verification، و هنعمل import للماتيريال دوت دارت بسرعة بس كده، هناخد اللوجن، عارف الاسكافولد ده هتاخده بيه لحد البادنج، تطلع كده لفوق كل دي، تقوم حاططها هنا حد كده جميل، هتقفل ده كده، ادي كده الكولوم، وبعد الكولوم هتقفل الكونتينر حد كده جميل. الاوث سكرين هتعمل get widget من الايميل verification، هيكستند منها extend ال auth model، طبعا هنعمل import لل get و import لل auth view model. انت عندك الميل، وهتعمل ال button بدل ما هو login
هيبقى اسمه، يبقى انا كونتينر هنا raised button بدل ما هو كونتينر. نروح على الميل فيريفيكيشن، طبعا هنطلع بره التكست ونطلع بره البادنج، هيبقى verify your email، تعمل كنترول اس، وهتروح على الفيو موديل. هنعمل فانكشن تانية اسمها verify email. جميل، الفيريفاي ايميل هنقول final user هتساوي firebase auth dot instance dot current user، هات لي الكرنت يوزر اللي موجود. طيب بعد ما اجيب الكرنت يوزر اللي موجود هقول له await user dot verify او send mail verification، وهنا e-sync. لحد كده في حاجة صعبة؟ طبعا هنا هعمل النل تشيك اوبريتور، يبقى انا كده عملت ال verify للايميل، وعند الايميل verification هيبقى اسمها verify email. طيب بعد ال verify email يروح بقى بعد كده على ايه، get dot of all للهوم. لحد كده تمام، وهنقفل ونعمل رن من تاني. بعد ما احنا عملنا الرن تعالى كده واحدة واحدة، انا دلوقتي عامل ساين اب وساين ان، تعالى كده ما نخش على الساين ان نشوف الصفحة. بص يا سيدي، الساين ان في كمان ناقصها حاجة صغيرة، حاجة صغيرة جدا. خش كده على اللوجن، قبل اللوجن هقول له مثلا، هقول له raised او بلاش raised، text button. text button ده هيبقى عبارة عن text، والtext هيبقى اسمه forget password. بس انا بقى مش هفعلها لان كده كده شغلناها قبل كده وعارفين فكرتها، هكتب لك بس الكود بتاعها تاني، فيعني ايه مفيش مشكلة فيها يعني. الريسيت باسورد، تعالى كده اما نرفرش موجودة ايه، هنحطها بس جوه رو، والرو هنقول له main access alignment، هيبقى main access alignment dot end. تعالى كده اما نجرب، بالفعل راحت هناك. طيب بص، هات كده الرو ده عشان شكلها مش لطيف، هنا خليها بعد اللوجن، كنترول اس، كده بقت مظبوطة. تمام كده، كده زي الفل. هنشيل بس left right button، هنخلي دي 5 0 كده، اترفعت لفوق شوية. تعالى بقى اما نعمل register، تعالى كده عشان انا فصلت الرن، تعالى اما نعمل رن من تاني. بس قبل ما نعمل رن من تاني تعالى اما نراجع الكلام ده، الفاليو دي مش ممكن تبقى بنال؟ اه، عشان بس ما يضربش معانا، نأكد كل حاجة عشان ما يحصلش اي مشكلة. دي الفاليو بتاعتك كده، ده اللوجن. طيب الريجستر هنا الفاليو، هنا الفاليو، لازم تعمل النال سيفتي في كل حاجة بتعملها. هنا الفاليو، الجندر. طيب
نخش على الميل فيريفيكيشن كمان بالمرة. طبعا انا هنا ما عملتش الفيريفاي. طيب اعمل اون تشينجد، لا ما فيش هنا اون تشينجد، اسف. انا كنترول دوت ايميل سترينج الفاليو هنا. قبل ما نعمل الرن كمان محتاجين نعمل حاجة، احنا ما عملناش الانشيلايز اصلا. يبقى احنا المفروض هنا نعمل ريب دوت ويدجت جيت بيلدر، تعمل الانت بتاعك. الانت بتاعك عبارة عن ايه؟ اوث فيو موديل. طيب بعد كده بتحط البيلدر. البيلدر بيبقى عبارة عن ايه؟ كنترولر، والكنترولر هتشيل ده كده وتشيل ده كده عشان نعمل لها initialize. انا اسف، هتشيل دي كده وتشيل دي كده، وهنا auth view model. بعد كده نعمل run، لازم نعمل لها initialize. ال auth view model كده ما تعملهاش initialize، احنا نسينا نعملها. تعالى بقى كده نرن من تاني. كده احنا عملنا لها انيشالايز. الانيشالايز اهو كرييتد، وبعد كده انيشالايز. هنعمل ساين اب. هنا في الفيرست نيم هنقول حسام، لاست نيم حامد، الميل حسام موجود اوريدي. طب كويس. بعد كده الباسورد هنقول له مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مثلا. الفون ادي يا سيدي رقمي 0100562819. واخيرا الجندر ميل. بعد كده اعمل ريجستر. تعال ما نشوف الريجستر ايه اللي هيحصل. بالفعل عمل الريجستر. طيب بعد ما يعمل الريجستر المفروض ان هو يروح على الميل فيريفيكيشن. طيب هو ما راحش. طب تعالى كده على الاوث فيو موديل. احنا ما عملناهاش اصلا. طيب جيت دوت اوف، لا مش جيت دوت اوف، دي 2، وهنا نقول له ايميل فيريفيكيشن. ايميل فيريفيكيشن سكرين، واعمل كده شيل دي كده طبعا لان دي كده غلط. كنترول اس. هنروح على هنا، هنروح على يوزرز، هتشيل معلش اليوزر ده ديليت اكاونت، واحنا اوريدي عملناه بس هنعمل بس ساين ان من تاني. وتعالى كده اما نعمل ريجستر تاني. كده عمل ريجستر. طيب عشان بس الفانكشن ما اتعملتش في ساعتها هنرن من تاني وهندلت ده تاني. كده اتعمل لها رن واتعمل لها انيشالايز. طيب دلوقتي انا هعمل الريجستر عشان انا عايزك انت اللي تلاحظها. دلوقتي اما اعمل الريجستر همشي على السيكونس اهو معاك، هيروح على الريجستر. بعد ما يعمل ريجستر هيعمل ريجستر باليوزر والباسورد، ايميل وباسورد، وهنا اخد الريفرنس. هو الريفرنس ده بتاع ايه؟ حد كده فاكر؟ انا هنا عامل الريفرنس، وهنا لو دخلنا هنا انا داخل على ايه؟ على فاير ستور. اللي انا ده عملته ده غلط مش صح، لان انا كده مكاري الداتابيز على فاير ستور موعي ان انا عامل ريفرنس للريل تايم. فاحنا هنضم المشكله دي ونخليها حل. فانا هكريت برضو داتابيز على فاير بيز، واخليها برضو في التست مود، وهعمل لها انيبل. لحد كده جميل.
لحد كده جميل. هنخلي بس الرولز بتاعتها الاتنين بفولس، هتشيل ده كله تخليه فولس، ودي كلها هتخليها فولس، طبعا هتشيل ده كله وهتشيل ده كله، تعمل بابلش والفاير ستور كده كده موجودة. يبقى احنا ساعتها لما نعمل كده هتعمل هنا collection reference، بس طبعا هي مش موجودة، فاستنى هنرجع هنا ونروح هنا pub.dev انجز يا ابني، هنقول له cloud firestore، وطبعا هننزلها، هنعمل لها install البابس كامل كنترول اس، هنرجع تاني للكونستنت reference، هنسميها collection reference، هتساوي fire base، آسف fire store. هي بس اتعملت ولا لأ؟ بص انا مش حافظها عشان اكون صريح معاك، يعني هناخدها هنا على طول collection reference users firebase firestore. بس انا مش هكدب عليكم، يعني انا في حاجات مش اكيد مش هحفظ كود، يعني هنقول له collection reference users، وهنعرف له برضو users، بس مش هنعرف له user بقى، هنعرف له drivers كده. يبقى انا عملت في كولكشن وعملت في ريفرنس. طب لو انا عملت في الريجستر بقى، رجعت على الفيو موديل وانت بتعمل الريجستر هتخليه كمان await كولكشن، كان اسمها ايه يا سيدي؟ كونستانت كان اسمها ايه؟ يوزرز؟ لا اسمها درايفرز. هتاخد دي كده كابي هتحطها هنا دوت اد. طب هتاد ايه؟ هاد دول بس كده. بعد ما انت تعمل الاد بتاعك اللطيف هتقول له دوت زن، وروح على الايميل فيريفيكيشن. يبقى انا كده عملت فاير ستور داتابيز وريل تايم داتابيز. هي غلطة حصلت انا عارف، بعتذر عليها، انا فعلا ما كنتش مركز في النقطة دي، بس اديني قلت لكم الحل، وفي نفس الوقت قلبناها الحل، عملنا ريفرنس وعملنا كمان الريل تايم داتابيز. انا هنا مش محتاج ريل تايم داتابيز، بس قلت اوريها لكم بالمرة، يعني حصلت غلطة فقلت بدل ما اشيلها اسيبها بالمرة. يبقى كده المفروض لما نعمل الريجستر هيرمي على الاتنين، المفروض ان هو هيرمي على، هيعمل كرييت ويعمل ريجستر، بعد ما يعمل ريجستر هيكريت في الريل تايم داتابيز، وهيكريت في كمان الدرايفرز. عند الهوم هقول له يوزر كريدنشال، واقول له يوزر طبعا هخليها كمان اوبشنال. جميل. بعد كده هقوم قايل له هوم افتح قوس ان ده طبعا كونستراكتور. حد كده جميل. بعد كده السكافولد هخلي البادي بتاعه في كونتينر، الكونتينر افتح فيه قوس هيبقى البادي، اسف التشايلد بتاعه، انا هحط بقى الهوم كروكي لحد ما نبدأ الفيديو الجاي ان شاء الله، هيبقى تكست، والتكست بتاعها هيبقى يوزر دوت اي حاجة، يوزر دوت يوزر دوت فيرست نيم مثلا، او بلاش دوت ايميل. طيب عشان النال سيفتي العينة دي
شيلها كده، شيل علامة الاستفهام دي وأقول له إن دي required، وطالما required يبقى أنت ساعتها هتحط null check هنا و null check هنا. بس كده أنا الهوم أنا عاملها كروكي بس، عشان بس محدش يفتكر حاجة، أنا عاملها كروكي فقط لا غير. هتحطها جوه سنتر عشان بس أوريك الداتا بتمر ازاي. طبعا هنا في الهوم طبعا هو مدي ايرور دلوقتي عشان بقى فيه required، هنقول له الريكوايرد بتاعتك هتبقى الفاليو. جميل. وطبعا هنا required، الريكوايرد هتبقى اليوزر، وهنا طبعا اليوزر. ثانية واحدة، شرط اليوزر ممكن نعمل هنا ساين ان تاني، هتعمل دي بالظبط تاني، هتعمل دي تاني. جميل. دوت، لا هو اوريدي معمول، هنقول له هنا فاير بيز اس دوت ساين ان، وروح على الهوم وهنا جيت دوت اوف اول. حد فاهم حاجة؟ انا بكل بساطة انا قلت له بعد ما يعمل فيريفيكيشن اعمل ساين ان تاني يخش، بس كده، بس هيعملها اوتوماتيك يعني عشان هو هنا محتاج الفاليو، فانا قمت ممرر له الفاليو تاني وانا بعمل فيريفاي. الفيريفاي عمل ايه؟ عمل فيريفيكيشن للميل، بعد كده قمت قايل له اعمل ساين ان تاني بالميل والباسورد عشان الفاليو اللي هتطلع يوزر كريدنشال، هي دي اللي هتنفع تروح للهوم. انما هنا اليوزر اللي طالع الكلاس بتاعه اسمه يوزر مش يوزر كريدنشال. حد خد باله من الفرق؟ بس كده. وتعالى كده بقى اما نرن، احنا دلوقتي عملنا الرن، تعالى اما نعمل ساين ان. هقول له بقى حسام دوت يوزر دوت اسف الزغبي، وادي الباسورد. بعد كده اعمل ساين ان او لوجن، بسم الله الرحمن الرحيم. المفروض ان هو هيعمل لوجن، وادي الداتا اتبعتت لصفحة الهوم. طبعا صفحة الهوم دي مش هتبقى كده، هي هتبقى عبارة عن جوجل ماب وفيها الكرنت لوكيشن وفيها نوتيفيكيشن وفيها موال كبير او سعادتك، بس احنا نكتفي بهذا القدر لان احنا كده طولنا قوي بزيادة، وانا اصلا فصلت وعمال بلبخ في الكلام. اشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني، و يكون في جوجل ماب والكرنت لوكيشن بإذن الله. واتمنى الفيديو ده يكون فاتكو وتكونوا عرفتوا كل حاجة بتستعملها ازاي، واستعملنا بأكبر قدر ممكن من الفاير بيز. ولو في حد محتاج اي حاجة ممكن نحطها في الكومنتات عشان ازودها من ضمن الابليكيشن بتاعنا ان شاء الله. هو عبارة عن ابليكيشن بسيط جدا، بس هو ايه، بيوظف كل الفانكشنز اللي احنا خدناها سواء في جوجل ماب او فاير بيز، ودي اللي بتستعمل في اي ابلكيشن عملي بشكل عام يعني. اشوفكم على خير، وبعتذر جدا 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 اذا حصل اي اخطاء مني، صدقوني هو عشان بس الفيديو طويل جدا ففصلت في النص، انا بعتذر جدا، انا اسف على كده. واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.